لها رايحين أسو أكاديمية، أكاديمية الإبداع والاختراع. بالمناسبة اللي يكون راح حفل التأسيس تاعها راح يكون يوم غد هنا في المركز الثقافي جميل. العربي بن مهيدي. يعني نعطيكم تعريف بسيط للأكاديمية. أكاديمية الوطنية للإبداع والابتكار هي أكاديمية وطنية متخصصة تضم كافة المبدعين والمخترعين في جميع المجالات، والتعريف بجميع أدوات الاختراع والابتكار وفتح آفاق جديدة. وين حيكون المقر تحاور؟ المقر تاعها يكون هنا في الجزائر العاصمة. فيها صفحة على الفيسبوك ربما كل المخترعين باش يحبوا يتصلوا بكم. فيها صفحة في الفيسبوك وراح ننشئوا الموقع تاعها برئاسة المخترع فوزي بالرحمة اللي تحصل على جائزة أفضل مخترع شاب في بريطانيا.